هاي جماعة، اللي يدخل على اللايف بليز just say hi حتى أعرف مين موجود. في حد دخل معانا على اللايف، ممكن تعرف عن حالك حتى أعرف مين معانا موجود. I'm sorry إني أنا اتأخرت، كان عندي مشكلة في الباك جراوند مع اللايف والجروب فانحلت، وراح هلأ نستنى شوي لحد ما الناس تجوين السيشن ونبدأ إن شاء الله بالموضوع تبعنا. هاي محمد، thanks for joining. سوري جماعة تأخير، كان في عندي مشكلة في الباك جراوند، بحاول أعمل لايف على البيج وانحلت حاليا. في عنا 5 أشخاص، thanks for joining يا جماعة. I'm sorry على التأخير again. هاي عبد الرحمن، شكرا على المتابعة. راح نستنى شوي لحد ما الناس تتجمع ويصير عنا عدد، يعني حتى نبدأ الموضوع كلنا مع بعض والكل يستفيد مع بعض. Thank you International Center of Studies and Training. It's my pleasure ان انا اقدم المعلومات دي للناس المهتمة بالدراسة في امريكا، وان شاء الله يعني الفائدة تعم على الجميع. في عنا 8 أشخاص دلوقتي في اللايف. Thanks for your time. خلينا نستنى شوية بس لحد ما الناس يكون موجودين أكثر باللايف ونبدأ كلنا مع بعض الموضوع. الموضوع رح يكون عن الدراسة في أمريكا، القواعد العامة اللي لازم إحنا نفكر فيها لما نفكر في الدراسة في أمريكا. لحد ما الناس تجوين أس، يعني رح أعرفكم عن نفسي شوية عشان تعرفوا أنا من فين، أعرف المعلومات دي وإن المعلومات دي صحيحة. أنا اسمي صفاء القيسي، عملت البكالوريوس بتاعي في هندسة اتصالات وكهرباء، عملته في MSA. أنا أصلا من الأردن، انتقلت للولايات المتحدة الأمريكية ب 2012. بهذا الوقت من 2012 ل 2013 عملت ESL English as Second Language. خلال سنة عملت الكورس ده وام سيرتيفايد فيه، وان شاء الله هكون اقدمه مع الانترناشنال سنتر اوف ستاديز اند تريننج في المستقبل القريب. واشتغلت في جامعه في ماساتشوستس شمال امريكا. دي ولايه ممكن تعرفوا مدينه اسمها بوسطن. في المدينه دي عملت في الادميشنز اوفيس كانترناشونال ادميشنز كونسلر لمده 2 سنين، وكنت بهندل كل الطلبات بتاعت الطلاب الانترناشونال. بعديها عملت البيزنس بتاعي، اي اوفر اونلاين سيرفيسز من 2014 لحد دلوقتي. فكده اتمنى ان يكون تعرفوا شويه عن الباك جراوند بتاعتي وليه انا الكلام اللي انا بقوله ممكن يكون في أو من فين الخبرة أنا اكتسبتها. دلوقتي أنا عملت MBA برضو في IT، وحاليا بعمل my second masters في Information Security and Assurance، والفوكس بتاعه Cyberspace International Law. دلوقتي معانا 16 شخص، يعني الرقم بيطلع وينزل. هستنى كمان دقيقتين بعدين هنبدأ السيشن إن شاء الله. لو في حد عنده أي استفسار أو أي سؤال في هدول الدقيقتين لحد ما الناس تيجي معانا، اتفضلوا اسألوا. لو عندكم أسئلة عن الباك جراوند بتاعتي وأنا إزاي بعرف الحاجات دي، please go ahead and leave your question in the comment. كمان دقيقة ونبتدي عشان بس نحاول انه نبتدي كلنا مع بعض. في 15 شخص يا جماعة اللي دخلوا معانا جديد، احنا الموضوع السيشن دي عن الدراسة في امريكا، ودلوقتي we are still gathering until everyone يعني ييجوا معانا ونتجمع كلنا ونبتدي من البداية مع بعض. انا اول ما ابتدي اتكلم في المواضيع العامة او القواعد العامة بتاعت الدراسة في امريكا،
وانتوا في الوقت ده ممكن تحطوا الاسئله بتاعتكم، بس انا هجاوب عليها في اخر السيشن، حتى بس عشان تسلسل الافكار وامشي في حاجه في كل حاجه واحده واحده، واديكم المعلومات بطريقه صحيحه. اوكي دلوقتي انا هبتدي، بما انه في معانا ناس بتستنى فهحترم وقتكم وابتدي، واللي عايز ينضم لينا فهينضم، واللايف ده هيكون موجود لكم ساعة كده في البيج، وممكن الناس اللي انضمت لينا في نص السيشن يرجعوا لهم عايزين. اوكي سو في كتير عندنا احنا اوبشنز دلوقتي. طبعا السفر صعب ممكن يكون في الاوضاع الحالية، بس كلنا لما نيجي نتخرج بيكون عندنا طموحات، عايزين نعرف ايه الاوبشنز بتاعتنا، سواء فضلنا في البلد او فكرنا نسافر. واحدة من الحاجات اللي كشباب احنا نفكر فيها انه احنا ممكن نسافر لامريكا، واحدة من الاوبشنز، وده اللي حصل معايا انا وسافرت لامريكا. الحاجات الصعبة اللي ممكن نواجهها ان احنا مش عارفين التفاصيل، يعني احنا هندرس ازاي، هندرس ايه الحاجات اللي احنا ممكن نبص عليها، الحاجات المهمة اللي لازم نقدمها في خلال البروسس دي، سواء على مستوى الجامعة اللي احنا عايزين ندرس فيها او على مستوى الفيزا. في جزئين طبعا، دائما في جزئين، مستوى الجامعة الادميشنز والحاجات اللي بنقدمها عشان نحصل على فيزا. ويوجوالي في حاجات بتمشي في نفس الوقت، ولما تتقبل في الجامعة في حاجات تانية لازم تعملها. فابتدي اول حاجة، فانت ازاي تعرف تلاقي الجامعة المناسبة ليك حسب التخصص اللي انت مهتم بيه. في اسئلة كتيرة، الجامعة دي اقدر عليها ماديا او ما اقدرش، اقدر اقدم الريكوايرمنتس بتاعتها او ما اقدرش، فلازم انا اكون عارف ايه بشكل عام ايه الريكوايرمنتس اللي تحتاجها الجامعات خصوصا في الدراسات العليا. فانا دلوقتي هقعد اتكلم عن الحاجات دي واحدة واحدة. اول حاجة كانترناشنال ستودنت لازم طبعا تقدم الابليكيشن اللي هو كل الناس بتقدمه، الريكوايرمنتس يكون عندك اوفيشال ترانسكريبت. الاوفيشال ترانسكريبت يعني النسخه الاصليه من كشف المواد والدرجات بتاعتك. لازم يكون ظرف مقفول، معظم الجامعات بتختار بتطلب كده، مقفول ومختوم، مقفول وسيلد من الجامعه بتاعتك. في بعض الجامعات ممكن تكون متساهله، بس انا بتكلم في القواعد العامه اللي هي كل الجامعات بتطلبها. فانت تكون حاطط في دماغك انه تكون عندك اكتر من نسخه أصلية، لو أنت فكرت عايز تخرج برا يكون عندك أكثر من نسخة وسيلد في المغلف بتاعها. تاني حاجة، في حاجة اسمها evaluation، دي بغض النظر أنت محتاج معادلة أو مش معادلة، ده حسب التخصص بتاعك، بس أنا الحاجات اللي بقولها بغض النظر أنت إيه التخصص بتاعك، لازم تعمل حاجة اسمها evaluation أو تقييم. ال evaluation ده مش معادلة وكل الناس تحتاج تعمله لو عايز تكمل دراسات في امريكا، اللي هو يعني دارس برا امريكا، اي حد يجي على امريكا لازم يعمله. الايفالويشن ده عبارة عن تقييم للشهادة بتاعتك، على انه لو انت عايز تكمل ماسترز او دكتوراه حسب الشهادة بتاعتك، عايزين يشوفوا هل انت الشهادة بتاعتك اللي هي the highest level of education، اعلى شهادة وصلت لها، توازي توازي يا ربي شهادة أمريكية أو لا. فلو توازي شهادة أمريكية أنت تقدر تكمل عليها الليفل الأعلى، يعني لو أنت بكالوريوس مخلص لازم تعمل إيفالويشن البكالوريوس عشان تقدر تشوف أنه أنت تقدر تكمل عليها ماسترز أو لا. في الحالات البسيطة لو ده مش حاجة كتير بتحصل، وبالذات في الشهادة بتاعت مصر ما حصلتش معايا ولا مع طالب، بغض النظر هو الجامعة بتاعته إيه، MSA قاهرة مش عارف ايه، دي ما حصلتش مع شهادة مصرية حسب الخبرة والناس اللي شفتهم. بس لو انه الإيفالويشن بتاعك قال انه انت ما لا توازي شهادة امريكية، نفترض بيكون بيشوف انه انت مثلا خلصت بالنسبة لامريكا 50 كريدت او 80 كريدت او 120 ساعة whatever، وهما بيكونوا طالبين منك تعمل حاجة كمان كم ساعة حتى تقفل شهادة البكالوريوس.
مرة تانية ده ما حصلش في الشهادة المصرية، بس انا بحب اقول لكم ايه يحصل في حال التقييم بتاعك جه سلبي وقالوا لك انه انت لازم تكمل شوية كورسات حتى نعتمده كبكالوريوس بعدين تقدر تكمل عليه ماستر. وكذلك الحال في الدكتوراه، يعني لو انت دارس ماستر برا امريكا the same thing, you need to do this as well. تاني حاجة من الـ requirements الـ recommendation letters او رسائل التوصية. زي ما يعني ممكن تكونوا عارفين رسائل التوصية ممكن تكون من من بروفيسور درسك، او ممكن تكون من مديرك بالعمل. بشكل عام في حسب الجامعة ما بين 2 recommendation letters او لحد 5، وده حسب الجامعة. الخمسة بيكون قليل، الجامعات بتطلب 5، بس اجمالا انت خلي معاك عدد كويس من الـ recommendation letters حتى تقدر تقدم فيه على جامعة في امريكا. اول حاجة قلنا الـ application، تاني حاجة الـ evaluation، تالت حاجة transcript قلنا عليها، والـ recommendation. الحاجة الرابعة بقى اللي هي حاجة اسمها personal statement او statement of purpose. الـ statement of purpose دي محتواها بيكون بشكل عام معظم الجامعات بتطلب من عندك تكتب صفحة ونص لصفحتين عن نفسك، ايه اهدافك في الحياة العملية والحياة الخاصة، يعني personal life و professional life، ايه ازاي البروجرام ده هيساعدك انه انت تدرس تحصل الاهداف دي اللي انت عايزها. يعني لو انت عايز تدرس masters of engineering or electrical engineering، ليه اخترت البروجرام ده؟ في الاخر ممكن تتكلم ليه الجامعة اخترتها، ليه انت مقدم في الجامعة دي. ممكن تتكلم شوية على المدينة اللي انت مقدم فيها، شمعنا ما رحتش على مدينة تانية. دي بشكل عام outline بتاعت الـ personal statement or statement of purpose. ده كله احنا لسه بنتكلم في الـ admissions file، اللي هو لسه ما رحناش على الفايل بتاع الفيزا. الرقم الفايل بتاع الفيزا تحتاج يكون عندك باسبورت valid لمدة 6 شهور، يعني على الأقل المينيموم 6 شهور لقدام، ساري مفعول ل 6 شهور لقدام حتى تقدر تقدم عليه. بناء عليه بس تقبل مع كل ورقة تقدر تقدم على فيزا. الجزء الثاني أو رقم 2 في الفايل بتاع الإميجريشن أو اللي بيخليك تقدر تقدم فيزا، حاجة اسمها بنك ستيتمنت، كلنا ممكن نكون عرفناها، ممكن طلبت مننا في معاملات كتيرة. البنك ستيتمنت دي بتختلف متطلبها أو يعني الرقم المطلوب من الفلوس بيختلف حسب الجامعة وحسب التخصص. في جامعة يعني تطلب 15,000، 20,000، 30,000، 40,000. للأسف الأرقام دي ممكن تكون عالية، دي بالدولار. كلنا عارفين إنه أمريكا غالية في الدراسة، ده حقيقة، بس للأسف دي هي الحقيقة. الحاجة الثالثة انه يكون البنك ستيتمنت يا اما يكون بتاعك، يعني فلوسك انت تقدمها، انه انت مسؤول عن نفسك في الدراسة والمصاريف، او ممكن يكون عندك سبونسر. السبونسر ده ممكن يكون حد من قرايبك، يعني ممكن يكون قرايبك الدرجة الاولى او الثانية، او حد اي حد من صحابك. بس لو ما كانش انت السبونسر اللي انت هتدفع لنفسك، لازم السبونسر ده يكتب زي رسالة بيقول فيها انا فلان الفلاني مستعد سبونسر مثلا صفاء على انها تدرس في التخصص الفلاني والمبلغ كذا، وكمان نسخة من البنك ستيتمنت. تمام. الحاجة اللي هي ممكن تكون تختلف برضو، كل الريكويرمنت دي عامة بس تختلف من جامعة لجامعة. في طبعا التوفل او ايلتس مفروض ممكن تعمل، وفي حاجة مد امتحان تاني اسمه GRE. دي requirements تختلف من جامعة لجامعة. في جامعات ممكن تكون متساهلة في الحاجات دي، في جامعات لا. بس التوفل in general محدش يعني لازم تعمله لو انت ما كانتش اللغة الام بتاعتك English، او لو مش دارس بالانجلش. ده حاجة اساسية لازم تعملها. الحاجة الاخيرة
في الاميجريشن فايل او الفايل اللي بيأهلك ان تعمل فيزا. بعد ما تقدم كل الحاجات دي في ورقة بتطلع لك مع الاكسبتنس لتر. يوجوالي لما يكون الادميشنز فايل اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول اتقبلت بيدوك حاجة اسمها acceptance letter. لما تعمل الانترناشنال فايل اللي بتاع الاميجريشن بيدوك حاجة اسمها I-20. I-20 دي حاجة مهمة جدا عشان تقدم فيها فيزا. ففي ده مهم يعني انا ليه يعني مش عارفة اشرح له قد ايه مهم، لانه في بعض المكاتب للأسف لو مش موثوق فيها بتجيب لك القبول، اوكي بتجيب لك الادميشنز اكسبتنس، واللي بيديك الاكسبتنس لتر دي الاكسبتنس لتر لوحده ما بتقدرش تقدم فيها على فيزا. تمام، بالاي 20 بعد ما تكمل كل حاجه ده اللي هو بعديها تقدر تقدم فيها على فيزا. بعد ما تعمل الاي 20 في حاجه اسمها سيفيس. السيفيس ده عباره SEVIS عباره عن ريكورد او فايل الانترناشونال ستودنت بيفتحه لنفسه اول ما يبتدي دراسه في الولايات المتحده الامريكيه او اول ما يتقبل يبقى عنده اي 20. دي ابلكيشن في الاخر بتعمله لما تخلص كل حاجه، بيكون اونلاين وسهل جدا انك تعمله، بس حاجه اساسيه. بالحاجات دي الاي 20 والسيفيس دول اللي هم تقدر تقدم فيهم فيزا. بعد ما تخلص طبعا تعمل ابلكيشن بتاع الفيزا وبتحدد موعد، بتدفع الموعد بتاعك، بتاخد الريسيت وبتروح على الانترفيو بتاعتك. فباختصار انا هعيد دلوقتي الحاجات بشكل عام. انت عندك 2 فايلز كل مرة في كل الجامعات عشان تقدم عليه او الحاجات اللي انت لازم تعملها. اول حاجة الادميشن فايل، والحاجة التانية اللي هو الفايل بتاع الاميجريشن. الادميشن فايل نحتاج الترانسكريبت، نحتاج ايفالويشن، نحتاج ريكومنديشن ليترز، وبنحتاج بيربس ستيتمنت اوف بيربس، وبنحتاج ده حسب الجامعه طبعا توفل او ايلتس او جي ار اي او اي ممكن امتحانات حسب التخصص، ده بيفرق جدا. الانترناشونال فايل لازم يكون عندك باسبورت فاليد ساري مفعول لمدة 6 شهور قدام، يكون عندك بنك ستيتمنت حسب الجامعة بتطلبه من عندك بمبلغ محدد، انت تقدر تكون سبونسر بتاعك او اي حد تاني يقدر يعمل لك سبونسرشيب، والنتيجة بتاعت كل ده بيكون عندك acceptance letter، بيكون عندك I-20، والحتة الاخيرة السيفيس اللي هو الريكورد بتاعك بتفتحه اونلاين، بتدفع على الموزون حاجة تقريبا $200 الفيز بتاعتها، وكده انت جاهز انه انت تروح على اخر ستيب اللي هي الفيزا. والفيزا بتعمل ابلكيشن اونلاين وبتدفع حق الموعد بتاعك، بتروح على الانترفيو، وهيك بتكون عملت كل اللي عليك حتى انه تزود نسبة انه انت تتقبل في الفيزا. حاجتين عايزة اقولهم، انه ما فيش حد بيضمن الفيزا، ف you have to be aware of that. ما حدش يقول لك انا اضمن لك الفيزا، ده مش بيحصل. حتى اي مكتب بتشتغل معاه هما بيعملوا their best ان هما يساعدوك فيه، بس ما فيش انه انت تزيد نسبة انه يبقى عندك فيزا انه تتقبل، ولكن ما حدش بيضمنها. حاجة تانية، حتى القبول يعني انت مش هتنقبل لو انت مش معاك كل ال requirements. لازم تكون عارف ايه ال requirements ويكون عندك كلها حتى تتقبل. اوكي دلوقتي انا هشوف الاسئلة، لو حد اي حد عنده اسئلة please go ahead ask questions in the comment section and I'll be happy to answer all your questions. اللي موجود معانا say hi حتى اعرف، او لو عندكم اسئلة تفضلوا اسألوها انا هجاوب على اي سؤال انتو عندكم اياه. طبعا لو قلت لهم بتكلم شوية لهجات غريبة وعجيبة لانه انا بس درست في مصر، انا اردنية وسافرت امريكا، فشوية اللهجة بتاعتي بايظة.
مش عارفة مين اللي معانا موجود. احنا اتكلمنا على الدراسة في امريكا، لو حد عنده اي اسئلة تفضلوا اسألوا، واللايف ده هيفضل موجود لو عايزين تراجعوه. اوكي، اخر حاجة هكلمكم عن الخدمات اللي احنا بنقدمها وايه الحاجات اللي بنشتغل مع International Center of Studies and Training. احنا شركة امريكية موجودة في الولايات المتحدة الامريكية، اسمنا Success Kite International Center of Education. احنا البيزنس بارتنر بتاعنا International Center of Studies and Training في مصر. الطلبات كلها بتبقى عن طريقهم، وبالخدمات اللي احنا بنقدمها we handle everything from A to Z from the application process, from what requirements you need to submit, what requirements you need to provide. ممكن نساعدكم في حتت كتيرة على requirements، ان تلاقوا جامعة ممكن تكون مناسبة للظروف بتاعتكم سواء ماديا او على مستوى requirements اللي انتوا تقدروا تقدموها. وكل student لي كيس مختلفة، فاحنا بنعمل customized packages based على النيد بتاعت الستودنت. اوكي يا جماعة، انا هستنى كمان شوية عشان لو في حد عنده اسئلة، ولو ما فيش هيكون السيشن كده خلص. واتمنى اكون انه انتوا استفدتوا من السيشن ده والمعلومات دي فادتكم. هل جامعة الولايات الجنوبية التي يتحدث سكان الإنجليزية والإسبانية اشترط اللغة الإنجليزية تقريبا أم يمكن الاعتماد على التحدث باللغة الإسبانية؟ كإنترناشونال ستودنت لازم أنت تعمل القاعدة العامة، لازم يكون عندك إنجلش. أي حد من برا يعني مثلا نفترض تكساس يعني ولاية جنوبية بحتة في أقصى الجنوب، طبعا لازم يكون عندك توفل او عندك لغة انجليزية، لان يعني كل التعليم بالانجليزي الا لو انت طبعا رايح تدرس لغة اسباني. ممكن تروح تدرس لغة اسباني بس برضو حتى تقدر تعمل يعني اذا رايح مدرسة اسباني ممكن ده مش محتاجه يعني. بس لو انت عايز تعمل يعني degree higher education تعليم عالي، yes you have to do the requirements that I just provided, all the information you need to have. أتمنى إنه الإجابة دي تكون يعني إن أنا جاوبت على السؤال ده. طب شو المطلوب عشان الواحد تزبط معه؟ إيه هي اللي تزبط معه؟ لو تقصد الجامعة، أنا قلت شادي أنا عملت سيشن على كل requirements المطلوبة من الطلاب الانترناشنال. اللايف ده هيفضل موجود لو أنت عايز تراجعه. بس لو عندك أسئلة محددة على تخصص معين أو حاجة please go ahead and ask. بس بشكل عام مفيش حاجة ما تثبت معاه، لازم يكون عنده requirements الحاجات المطلوبة يعملها عشان يتقبل. في steps كده لازم يمشي عليها، سواء اشتغل مع مكتب اشتغل حتى مع اي حد، مفيش حد بيضمن لك لا قبول جامعة ولا قبول فيزا من غير ما انت يكون تقدم requirements المطلوبة من عندك. في شروط معينة لازم تمشي عليها وهيك انت بتقدر تاخد سواء قبول او فيزا. طبعا في انواع كتيرة للفيزا اللي انت ممكن تقدر تشتغل تدرس عليها، بس انا بتكلم على
الفيزا اللي هي فيزا الطالب او F1، دي اللي هي بتقدر تكمل عليها تعليم عالي سواء ماجستير او دكتوراه. قسم اتصالات ومجالات العمل، طبعا ده موضوع مختلف عن موضوع الدراسة، ولكن اتصالات في مجالات كتيرة، يعني انت حسب ايه انت اللي عايز تشتغله. مثلا في ناس اللي بتشتغل في النتوركينج مطلوبة جدا، في ناس اللي بتشتغل في السكيورتي مطلوبة جدا، الاي تي سكيورتي والانفورميشن سكيورتي. في لو انت بتشتغل depends really، اذا بتشتغل جزء ايه في الاتصالات او في التليكومنيكيشن، بتشتغل في الباور ولا بتشتغل مع شركة اتصالات مثلا. دي كل الحاجات مطلوبة، مطلوبة جدا هنا، مجال العمل واسع جدا ومطلوبة بطريقة كبيرة. شادي ال F1 زي ما قلت انا في البداية، في requirements معينة لازم تمشي عليها، وحسب التخصص، انت حسب ايش تخصصك بنقدر نشتغل معاك عليه. هل تتعارض طلبات الهجرة المقدم مسبقا عن طريق الاهل مع طلبات الدراسة بالولايات المتحدة الامريكية؟ اوكي، ده سؤال محامي هجرة، بس انا من خبرتي انه انت لو مقدم على هجرة بعدين تقدم فيزا، في نوعين من الفيز او من الطلبات، immigrant applications اللي هي ده طلب الهجرة، او ال non-immigrant applications. non-immigrant اللي هي زي فيزا الطالب، فيزا السياحة، فيزا العمل، فيزا سياحة وعمل دراسة، ومثلا ال exchange، الطلاب اللي بيجوا بيدرسوا هنا لمدة معينة أو بيشتغلوا هنا لمدة معينة محدودة، ده برضو يعتبر non immigrant. بس لما تكون أنت عامل immigrant application وبعدين تقدم على non immigrant، بيكون المصداقية بتاعتك شوية صعبة، فده ممكن يأثر على طبعا ال application بتاعك ممكن ترفض. اللي أنا شفته، ودي مش نصيحة قانونية لأنه أنا مش محامية، ولكن اللي أنا شفته كل الناس اللي قدمت على فيزا مثلا سياحة أو دراسة أو أي حاجة بعد ما كانت قدمت على طلب الهجرة ولسه يعني ما طلعش طلب الهجرة بتاعها، اترفضوا. شادية، مش عارفة دي ممكن تكون أسئلة لها علاقة في الموضوع، ولكن أنا حاليا بشتغل وبدرس في الولايات المتحدة الأمريكية. عملت في مصر البكالوريوس بتاعي في اتصالات وكهرباء، وعملت MBA في الاي تي، دلوقتي بعمل my second master's في information security and assurance، والفوكس بتاعه cyberspace international law. اوكي، في اسئلة تانية عن الموضوع، دراسة او انواع الفيز مثلا اللي تقدر تدرس عليها، international center of studies، the page admin. if you have any more questions please go ahead. هل لمس طلبات للتأهل لدراسة الولايات المتحدة تظل واحدة بالنسبة لشرف المشترك بين الجامعة؟ مش عارف لو فهمت السؤال، هل نفس الطلبات للتأهل للدراسة في الولايات المتحدة تظل واحدة بالنسبة للإشراف المشترك بين جامعة مصرية وجامعة أمريكية؟ معلش انا مش فاهمة السؤال بالظبط. طبعا لو انا فهمت ان انت تقصد انه في جامعات مع بعض ممكن عندها ديلز او حاجات، طبعا ممكن يكون
او كولابوريشن، في جامعات ممكن تكون عندها كولابوريشن مع جامعة تانية مثلا في امريكا، ممكن تكون requirements مختلفة، ولكن ممكن يسهلوا شوية القبول. ولكن عشان تحصل على فيزا، الفايل اللي انا اتكلمت عليه اللي هو فيه طلبات او متطلبات الفيزا زي الباسبورت لازم يكون valid لمدة 6 شهور، البنك statement، الحاجات دي لازم تكون موجودة حتى تقدر تحصل فيزا. دي requirement، مش بغض النظر ايه نوع collaboration بين جامعات سواء مصرية او وامريكية، لازم في حاجات تتعمل. ممكن يسهلوا بقى مثلا ال English requirement، ممكن يسهلوا عايزين سكور قليلة او حاجات كده حسب. بس طبعا كل جامعة بينها collaboration مع جامعة، اكيد في حاجات تسهيلات للطلاب وفي حاجات لازم يعملها الطالب بغض النظر لو في collaboration او لا مع الجامعة بتاعته اللي في مصر وجامعة هنا، لانه لازم دي على مستوى الاميجريشن ومستوى الدولة لازم تتعمل. اقدر اعمل دبلومة خاصة بهندسة الميكانيكا والتكلفة؟ عامر طبعا تقدر تعمل اي حاجة، يعني تقدر يعني بيسكلي تعمل اي حاجة انت عايزها في الدراسة باي مجال، بس التكلفة دي تعتمد على الجامعة، يعني مقدرش اديك دلوقتي رقم معين، تعتمد على المكان اللي عايز تعمل فيه، تعتمد لو انت عايز مساعدة تلاقي مكان او حسب مثلا متطلبات عندك معينة، لو البادجت بتاعتك كام، فاحنا ممكن نلاقي لك الجامعة او السنتر اللي تدرس فيه في التخصص ده، وممكن يكون طبعا حسب الحاجات المناسبة ليك، بس بشكل عام تقدر. والتكلفة تعتمد، ما فيش تكلفة معينة. سافا كان وي توك MSM please I want to talk we can catch up later after this session. ايه كمان في اسئلة اقدر اجاوب عليها؟ في حاجة ممكن اتكلم عليها بشكل سريع كده، يختلف حسب انت، حسب نوع الدراسة اللي انت عايزها تختلف الفيزا. يعني في ممكن تقدر لو انت عايز تيجي تدرس انجلش مش دراسات عليا، صح موضوع السيشن عن الدراسات العليا، ولكن لو فرضا عايز تيجي تدرس انجلش او تعمل دبلومة زي ما عمرو سأل، في حاجات كتيرة، في انواع كتيرة من الفيزا. يعني في الفيزا اللي هي البي 1 بي 2، في الفيزا بتاعت الحاجات التكنيكال ام 1 اسمها، الحاجات الهندسة دي معينة مخصصة فقط لحاجات معينة تكنيكال تقدر تعمل فيها، دي مختلفة متطلباتها عن الاف 1. في الجي 1 جي 2 دي للاكسشينج ستودنتس اللي بيكونوا بيدرسوا مثلا اخر سمستر جايين هنا عشان يشتغلوا ويدرسوا، بس بتكون محددة جدا زمنيا، مثلا بتكون 3 شهور او 4 شهور حسب البروجرام اللي هو طالع عليه. عمر هل في منح منحة للتخصصات يعني الاتصالات دي حسب الجامعة؟ في جامعات تعمل منح، في جامعات لا، بس بشكل عام الانترناشنال ستودنت المنح بتاعتهم في العادة بتكون من الدولة بتاعته بتبعته يدرس برا او حاجة كده، بس في جامعات تعمل منح، بس في اغلب الاوقات بتكون الجامعات دي غالية، بيخففوا التوشن بس بتكون غالية. بيج ادمن في عندك اي سؤال تاني او حد من الناس الموجودين عندهم اسئلة تانية بخصوص الموضوع؟ او عمت لو عندك اسئلة تانية بليز اسأل. اوكي يا جماعة، لو استفدتم من السيشن بليز اكتبوا لي بالكومنت اذا حبيتوا السيشن او لا، اذا في عندكم استفسارات تانية، اذا حسيتوا انه هو
السيشن فاتكم بمعلومات ما كنتوا تعرفوها، بليز حطوا لي بالكومنت حتى اعرف انه انتوا استفدتوا او لا. وشكرا كثير على وقتكم، واتمنى اشوفكم في المستقبل القريب على موضوع دراسي ممكن يكون مختلف على شيء معين او اكثر من تخصصي. وزي ما قلت بالبدايه انا راح اعطي كورس English as Second Language مع السنتر، وراح يكون اونلاين، وان شاء الله اشوف جزء كبير منكم بالكورس. مسموح لكل الجنسيات. شكرا جدا، الحمد لله استفدت. طبعا بشكل عام مسموح لجزء كبير لي، يعني في كان مشاكل في البداية على موضوع الجنسيات، بس ما في جنسية محددة حاليا بقدر اقول هي ممنوعة. كان في ممنوع لفترة معينة من الزمن، حاليا كمان احنا عارفين انه السفر واقف بسبب الاوضاع اللي احنا فيها، ولكن في المستقبل ان شاء الله بيكون الوضع مختلف، والاونلاين الدراسة الاونلاين متوفرة موجودة للي مهتم. في كتير اوبشنز، واللي حابب مثلا يدرس من غير ما يسافر دي حاجة اوبشن، اللي حابب يسافر لازم نستنى شوية لحد ما الحاجات ان شاء الله تفتح وكلنا نكون بخير. اوكي، International Center of Studies and Training. Thank you again for your invite and I'm looking forward to do more work with you. شكرا للناس جميعا اللي كانوا موجودة معانا في اللايف، و see you soon. Bye bye.